مساء الخير. نفذت قوة من استخبارات الجيش التابعة لوزارة الدفاع عمليات دهم في الطريق الجديد بحثا عن مطلوبين بملفات إرهابية، وترددت معلومات أنه قد تم توقيف سعودي مشتبه فيه مع سيدة كان قد غادر فندق ديروي أثناء مداهمة الأمن العام للفندق عقب تفجير الانتحاري نفسه في غرفته، وأن الموقوفين كانا يقيمان في الغرفة رقم 600 من الفندق قبل المغادرة، والآن تجري التحقيقات اللازمة معهما. وفي التفاصيل أيضا أن قوة من الاستخبارات وصلت إلى مبنى الحلبي في الطريق الجديد مصطحبين شخصا مغطى وجهه ومكبل اليدين، صعدوا إلى الطبقة السابعة من المبنى حيث تسكن فتاة في العقد الثالث وهي أردنية تعمل طبيبة أسنان وتقطن المبنى منذ أكثر من عام برفقة شقيقها الذي يعيش معها منذ 6 أشهر. وبعد نحو نصف ساعة نزلت قوة الدهم برفقة الأردنية بعدما فتشوا سيارتها من نوع BMW رمادية اللون، فصعدت في سيارتها ورافقها أحد عناصر استخبارات الجيش ورحلوا. وقد أكد قائد الجيش العماد قهوجي أن المداهمات في الطريق الجديد هي من ضمن الخطة الأمنية الاستباقية. في طرابلس عثر مساء اليوم على قنبلتين موصولتين ببطارية وساعة تحت جسر الخناق في منطقة محرم، وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية والخبير العسكري الذي قام بتفكيكهما، فتبين أنهما غير معدتين للتفجير، فيما عملت القوى الأمنية على نقلهما. وفي طرابلس أيضا أصيب 4 مواطنين من جراء إلقاء مجهول قنبلة يدوية قرب مقهى أبو بدر في شارع عبد الحميد في التباني، والجرحى هم جميل بدرة، حسن علي حسين، طاهر العمر وبلال العلي. وأفيد أن إلقاء القنبلة جاء على خلفية المجاهرة بالإفطار، علما أن هذا المقهى كان قد سبق وتلقى أكثر من إنذار في هذا الشأن. دعا البيان الصادر عن الاجتماع الأمني في السرايا الحكومية اللبنانيين إلى ضرورة التنبه للمخططات المشبوهة، مؤكدا على أهمية تجنيب لبنان تداعيات الأحداث في المنطقة. وأكد المجتمعون الحفاظ على أقصى درجات التأهب في صفوف الجيش والقوى الأمنية واستمرار التنسيق بين الأجهزة والمضي في تنفيذ الخطط الأمنية المقررة. بعد العثور على جثة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير 15 عاما والذي اختطفه مستوطنون من أمام منزله في القدس الشرقية، اندلعت اشتباكات ومواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وشبان فلسطينيين تخللها إطلاق نار وقنابل دخانية، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين. وذكر أن المستوطنين الذين اختطفوا الفتى كانوا قد عذبوه قبل قتله وحرقوا جثته، وقد أثار الحادث ردود فعل دولية شاجبة. استمع المحامي العام التمييزي شربل أبو سمرة إلى إفادة رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل الذي مثل أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت في الدعوى المقامة ضده من النائب هاني قبيسي في قضية القدح والذم وتحقير النواب. وقد أكد باسيل بعد انتهاء جلسة الاستماع في قصر العدل أنه تحت سقف القانون، مشيرا إلى أنه دافع عن نفسه وقال: في السابق لم أتكلم عن أي نائب، ولي ثقة بالنواب ليتوجهوا إلى المجلس وينتخبوا رئيس لننتهي من الأزمة التي نمر بها. الأجهزة الأمنية تطارد شاحنة، وعلى المسرح الأمني فأن المنذر الحسن هو أخطر الإرهابيين الفارين. منذ ماجد الماجد وما أعقبه من توقيف أفراد تقود إلى شبكات، والأجهزة الأمنية الثلاثة تعمل مزودة بإخباريات وأحداثيات غربية وأمريكية على وجه الخصوص، ما يسهل على المسؤولين الأمنيين اصطياد الأهداف وزرع المفارز السباقة التي تضع اليد على الإرهاب. وآخر المعلومات الواردة أن المتبقي في السوق الإرهابية حالياً بيك أب وسيارتان مفخختان، واحدة منها ضبطها حزب الله قرب بلدة الطفيل وفككها وبلغ الجيش عنها ليستقر عدد السيارات على واحدة فقط، ويعتقد أن هدفها ضرب تجمعات شيعية أو مراكز أمنية. وبالنسبة إلى البيك أب فإنه أقرب إلى الشاحنة التي تعلوها جرافة، وقد زود الجيش بأوامر من قيادته بالتفتيش جواً عنها ورصدها بالطائرات، وإذا ما عثروا عليها فلهم صلاحية ضربها لأنها تعد هدفاً واضحاً ولا مجال للشك فيها.
لم يعثر على الشاحنة في بيروت، وجرى التنقيب الجوي والبري عنها في جرود عرسال، ولا يزال البحث جارياً. وفيما يتعلق بتفجيري ظهر البيدر وشتيلة، فيعتقد أنهما ليسا ضمن المعلومات الآتية من الخارج، ولم يحملا بصمات العمليات التي كان ينفذها نعيم عباس. وتأخذ المعطيات الأمنية بالعمليات كلاً على حدة قبل أن تربطها بهرمية تبدأ من العراق وتصل إلى لبنان. ومن هذه الشبكات ما عرف بشبكة القلمون التي كانت تخطط لاغتيال مسؤول الأمن العام في الشمال خطار نصر الدين، وقد قبض فيها على 5 أشخاص. واللافت أن في صفوفهم نخباً اجتماعية، بينهم داني ووسام القص وأمجد الخطيب، وداني هو دكتور في الرياضيات ومدرب في إحدى الجامعات، والآخر مهندس. ولهذه المجموعة علاقة مباشرة بكتائب عبد الله عزام، وكانت تنسق مع بلال كايد الموقوف بتهمة تفجيرات استهدفت اليونيفيل وقضايا أخرى. وتوفيق طه المسؤول الأمني في كتائب عبد الله عزام الذي كان يعمل إلى جانب ماجد الماجد. أما الرجل الأخطر من بين هذه المجموعات فهو المنذر الحسن، وقد استحصلت القوى الأمنية على كاميرات المراقبة داخل فندق ديروي التي يظهر فيها الحسن بتاريخ 14 حزيران في أثناء دخوله الفندق بهدف إتمام عملية الحجز للانتحاريين. كان المنذر حسن المظهر في الصور داخل الفندق، لا تبدو عليه ملامح أصولية، يرتدي بنطلون جينز وتيشيرت بيضاء بياقة السبعة، ويعلق عليها نظارات الشمس بما لا يدعو إلى الريبة بحضوره. ولدى الأجهزة الأمنية معلومات أن الحسن هو أرفع إرهابي ينسق مباشرة مع مسؤول داعش على لبنان، والذي يتواجد في إحدى الدول العربية، ولم يسبق أن أعلنت هويته من قبل. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. معلومات الجديد تؤكد أن الأجهزة الأمنية تطارد شاحنة وسيارة مفخختين هدفهما ضرب تجمعات شيعية أو مراكز أمنية، وأن أخطر الإرهابيين الفارين منذر الحسن ينسق مباشرة مع مسؤول داعش على لبنان الموجود في إحدى الدول العربية. استخبارات الجيش تتابع عمليات الدهم ضمن الخطة الأمنية الاستباقية، والوجهة اليوم شقة تقطنها طبيبة أسنان أردنية في الطريق الجديد، تم اعتقالها مع سعودي مشتبه فيه. اجتماع أمني في السرايا يدعو إلى ضرورة التنبه للمخططات المشبوهة، ويؤكد الحفاظ على أقصى درجات التأهب في صفوف الجيش والقوى الأمنية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة والمضي في تنفيذ الخطط الأمنية المقررة. بعد مقتل فتى فلسطيني وحرق جثته على أيدي المستوطنين، مواجهات في القدس بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين وإدانات دولية لهذا العمل الإجرامي. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.